فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يجيلك كل جديد. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من قناه خس النص مع منى. وبس لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه ولايك وشير وتفعيل الجرس عشان يجيلك كل جديد وكل التحديات اللي احنا بنعملها في القناه. النهارده ان شاء الله يوم الميزان، النهارده هوزن معاكم وهنشوف ايه الاخبار وبعمل ايه في الفري والكلام ده كله. بس سامسي فانا النهارده كمان عايزه اكلمكم ان في بنات قالت لي يا منى يا ريت تتكلمي في اليوم الفري، انت بتعملي فيه ايه وبناكله ايه وعايزين نفهموه اكتر والكلام ده كله. فانا النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم في اليوم الفري تعملي ايه وتاكلي ايه والكلام ده كله. بالنسبه لبنات لليوم الفري هو ثلاث حاجات وعلى اساسها ان بناكل وبنتصرف. يعني طيب اول حاجة، لو انتي خسيتي من كيلو ونص لتلاتة كيلو كده انتي خسيتي، فانتي اليوم كله عندك فري. انا بعمل كده والحمد لله بخس وانتوا بتشوفوا على الميزان، يعني مش بقول كلام كده خلاص. فانتي من كيلو ونص لتلاتة يبقى انتي كده خسيتي، هتعملي فري اليوم كله. اعمل فري ازاي يا منى اليوم كله؟ يعني تاكلي اي حاجة طول اليوم. تمام. في حاجة بقى، ما انتي بتكوني ماشي على نظام صحي بطنك بتكون قفلت شويه، بتضيق شويه. ليه؟ لان انت مقلله كميه الاكل فبطنك بتضيق شويه. تمام. فلما انت بتيجي تاكلي كل اللي نفسك فيه بتلاقي بطنك بتوجعك، او بتلاقي كده في مغص جالك، او لا نفسك بتتسد. ده طبيعي بيحصل بسبب ان انت بطنك اتضيقت عن الاول، ما بقتش زي الاول خلاص. طيب ده كده اول حاجه، لو انت خسيتي بتعملي كده، تاكلي بتشربي بيبسي، تاكلي شيبسي، بتاكلي وجبه فاست فود من بره، اي حاجه نفسك فيها بتاكليها اليوم ده على حسب انت ايه. بس اهم حاجه قبل ما تنامي تكوني خلصتي اكل قبل ما تنامي بثلاث ساعات. تمام. ما تقلقيش خالص، والكلام ده ضمنتي والكلام ده انا بعمله وبخس معاكوا اهو. طيب لو انا يا منى ثابته اعمل ايه؟ لو انت ثابته في الميزان هتلخبطي في وجبه واحده بس. يعني مثلا انا الغدا، انا مثلا سبت الغدا بس اللي هلخبط فيه، انما فطار وعشاء زي ما انا ماشيه في نظام الصحي عادي. تمام. يبقى انا بس هاخد الوجبه فري في الغدا لو انا ثابته في الوزن. تمام. والغدا والعشاء والسناكس وكده طبيعي خالص زي نظام الصحي. طب لو انا ما خسيتش خالص اعمل ايه؟ مش هتعملي ولا هتلخبطي خالص، هتمشي زي ما انت نظام صحي ومش هتخس ومش هتلخبطي خالص في اليوم ده ومفيش فري. تمام. هما دول بس اهم حاجه يا بنات في اليوم الفري. انا بعمل كده والحمد لله بيجيب معايا نتيجه، وعن تجربه يعني خسيت قبل كده زي ما انتوا عارفين قبل الجواز 50 كيلو، ودلوقتي خسيت معاكوا برده. فهو ده الخلاصه بتاعت اليوم الفري يعني. تمام. يا رب يكون وصلت المعلومه ويكون سهلتها لكم وتكونوا حافظين الكلام ده وحطيتوه في دماغكم يعني. وفي بنوتة النهارده كتبت لي اسمها شيماء الحاج تقريبا او حاجه زي كده، عايزه اقول لها الف سلامه عشان هي قالت لي ان هي عملت حادثه. ارجوك يا بنات ادعوا لها انها تقوم بالف سلامه، والف سلامه عليكي حبيبتي. وقالت لي ان هي كانت متابعاني وخست من 114 ل 93 تقريبا، فبرافو عليكي كملي وان شاء الله ما تقومي بالسلامه، تقومي احسن من الاول وتكملي ان شاء الله وتوصلي لهدفك باذن الله، والف مليون سلامه عليكي. وبالنسبه لكل الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه زيها، تسلموا لي يا رب وما تحرمش منكم ابدا. والله بجد انا بتحمس بكلامكم الحلو ده وبطريقه كلامكم ليا، وانكم بتحبوني زي ما انا بحبكم. ربنا يعلم انا بعتبركم والله زي اخواتي وبحب اتكلم معاكم، فيا رب يديم بينا المحبه وان احنا نفضل مع بعض على طول. وعايزه اقول كمان يا بنات ان في قناه سمر احمد، اكيد طبعا كلكم عارفينها، سمر حبيبتي صاحبتي، قناتها اتسرقت والانستجرام بتاعها اتسرق، بس هي رجعت الانستجرام، بس القناه بتاعتها اتسرقت. لو انتم متابعينها لو في حاجه بتنزل او كده هي مش مسؤوله عنها دلوقتي لحد ان شاء الله باذن الله ما ترجع لها، لاني بجد دي قهره ان تبقي تعب سنين في قناتك ويجي حد يسرقها. وفي برضو قناه مها لايف ستايل اكيد برضو كلكم عارفينها، برضو قناتها اتسرقت واتخفت خالص من على اليوتيوب، فمش عارفه في ايه شغالين علينا الايام دي، فربنا يستر يا رب. ومش عارفه يعني الناس عندها ضمير منين، بس انا سمعت ان اللي بيسرق القنوات دي واحد اجنبي بره، مش عارفه بقى الموضوع ده صح، بس هو اكيد يعني الله اعلم والله مصري اجنبي، بس يعني فين الضمير يعني. فادعوا لهم ادعوا لهم ان الموضوع ده فعلا بيبقى زي يعني كرب كده، فبدعي لك يا سمر وخليت الناس كمان تدعي لك يا رب ان شاء الله.
وبس كده ونشوف بقى النهارده يومنا عامل ازاي، وخسينا ولا ما خسيناش ولا ايه الاخبار، ويلا بينا نبدأ يومنا النهارده. صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقى النهارده هوزن، انا كده هوزن كل اسبوع. في بنات كتير اقترحت عليا لا خليه كل اسبوع يا منى، 5 ايام قليل وكده، فانا يعني بحب اسمع كلامكم برضو. فانا دلوقتي هطلع بقى الميزان قدامكم وهشوف ايه الاخبار. انا كنت 86 و100 جرام، تمام. بسم الله بسم الله. ستة وثمانين، شكلي ثابتة كده، شكلي ستة وثمانين بس يا بنات، يعني انا يعتبر ثابتة زي ما انا، بس انا البريود ايامها خلاص يعني ممكن بكرة او بعده، فممكن عشان كده، وممكن عشان برضه لما لخبطت خدت الدوريتوس، لان باكل دوريتوس كان كبير، فممكن عشان كده برضه. فانا مش زعلانه، بالعكس الحمد لله، يعني فان مفيش زياده، فالحمد لله الحمد لله. فبس كده النهارده وزنت اهو، مفيش يأس خالص، ومكمله عادي جدا جدا يومي. فانا كده بقى النهارده هاخد وجبه واحده، مش هلخبط اليوم كله، تمام. يا ريت يا بنات تستمروا، استمروا بالله عليكم. وقفه الميزان دي بتفرح بطريقه فظيعه، بس احنا لو استمرينا وان شاء الله هنستمر، عشان احنا بنحب نفسنا وبنحب شكلنا اكتر من اي حاجه واكتر من الاكل، فعشان كده باذن الله كلنا هنكمل وهنوصل لاهدافنا ان شاء الله باذن الله. ما تخليش نفسك محبوسه في جسمك، ما تخليش نفسك محبوسه في البيت، ما تخليش نفسك مالكيش نفس بحاجه عشان خاطر الاكل، لا، قومي اتحركي، ارقصي، اعملي اي حاجه، غيري اكلك اللي مليان دهون لاكل صحي، حطي زيت، حطي سمنه، بس بمعدل طبيعي ومعدل مظبوط يكون صحي ليكي ولاهل بيتك، مش ليكي انت بس، عشان خاطر برضو صحتهم تهمك اكيد، مش انت مش انت بس اللي تحافظي وهم عادي تعملي لهم بزيت وسمنه وبتاع، لا يعني برضو حاولي ان انت تظبطي على البيت كله. على فكرة الواحد بيفرح جدا لما بيلاقي مراته ان هي مهتمية بصحته وصحة ولاده، ان هي بتخلي الاكل صحي، والله العظيم. يعني حاولوا ان انتوا تخلوا الاكل صحي ليكي ولاهل بيتك كمان، بس كده. وربنا يا رب يحفظنا، ويا رب يثبتنا، ويا رب يبعد عننا مرض السمنة ان شاء الله. وبس كده، نشوف بقى يومنا النهاردة مع بعض عامل ازاي. بصوا يا بنات، انا عملت كوبايه كابتشينو عاديه من اللي انا بستخدمه، اللي انا عملته معاكم قبل كده، هاخدها دلوقتي واشربها، وبعد كده هنشوف بقى الفطار والغدا هيكون عباره عن ايه. انا هاخد وجبه بس واحده فري عشان خاطر ان انا كنت ثابته النهارده، فهاخد وجبه بس اللي هي هتكون الغدا ان شاء الله. فهنشوف بقى مع بعض الغدا وباقي اليوم هيكون عامل ازاي ان شاء الله. بصوا بقى يا بنات، بما اني ان وزني ثابت النهارده، انا وزني تقريبا ما كانش ثابت بقالي مده يعني، بس يا سمس، فهفطر بيض بالخضار العادي بتاعي، رغيف اهو، تمام. هفطر دلوقتي بيضه بالخضار، تمام، وربع رغيف. وبعد كده بقى هشوف الوجبه الواحده اللي هاخدها فري هاكل ايه وهعمل ايه، بس انا هختار حاجه سهله عشان تعبانه النهارده في شويه، فهختار حاجه سهله ان شاء الله ان انا اعملها يعني. بس كده هفطر بقى، وبعد كده نشوف يومنا ايه الاخبار بعد ثبات الميزان. على فكره عادي جدا يحصل ثبات، مش اي مشكله. انا كنت بقعد بالشهور قبل الجواز ثابته، فده عادي جدا يعني، ما تيأسيش، ومكمله برضو. فنشوف بقى يومنا ان شاء الله مع بعض عامل ازاي. بصوا كده بقى يا بنات، انا خدت الفري بتاعي، خدت وجبه واحده اللي هي الغدا، عملت فراخ بانيه ومكرونه بالصلصه، كان نفسي فيها بصراحه الفراخ البانيه، وجوزي كمان كان نفسه فيها، ما بعملهاش خالص اصلا محمره، فعملتها بقى النهارده في وجبه الفري. فانا خدت الوجبه دي بس، وباقي اليوم عادي جدا زي ما انا ماشيه. والعشاء مفيش عشاء ان شاء الله، مش هتعشى، ممكن لو جوعت يعني بالليل عشان البصر معلول هاخد زبديه، غير كده لا. هشرب طبعا بقى ميه، وهتكون اخر وجبه الزبادي، وبعد كده هصوم، وهفضل بقى اشرب ميه وسوائل والكلام ده كله، حسب بقى ما ولادي يناموا يعني. وبس هو بقى ده هيكون اليوم بتاعي ان شاء الله.